الولد اللي بيتطاهر اولا بيبقى الاحساس عنده الجلده اللي بيشيلها دي بتحوي تحتها، لما بنشيل هذه الجلده بتقل. عندنا اللي ما اتطهرش يتطهر ان شاء الله يكون عنده 90 سنه، وبنسيب اهله زي ما هو يقابل ربنا كده. ما دام هو معفن اعمل له ايه؟ في حاجة مهمة جدا اسمها السيركمسيجن او الطهارة، طهارة الذكور. بتقول انه الولد اللي بيتطاهر اولا بيبقى الاحساس عنده في القضيب اعلى، ثانيا الجلدة اللي بيشيلها دي بتحوي تحتها ميكروبات كتير قوي، لما بنشيل هذه الجلدة بتقل معدل انتقال الامراض الجنسية. مش بس كده، الراجل اللي ما اتطهرش ده ممكن يجيله التهاب في الحشفة او في مقدمة القضيب، وممكن يجيله كانسر في ناي الكانسر، عنده سرطان القضيب، وممكن ينقل لزوجته سرطان وميكروبات، بيعمل لها سرطان اسمه سرطان عنق الرحم. عندنا اللي ما اتطهرش يتطهر ان شاء الله يكون عنده 90 سنه. النبي عليه الصلاه والسلام امرنا بختان الذكور حتى مع كبر السن، وقد اختتن ابراهيم عليه السلام وهو فين؟ في الثمانين من عمره، ومن لم يختتن فليس منا. اقول لك على سر تاني، كنا لو في جثه مقطوعه الراس في الحرب كنا بنكشف عليه كشف حمام ونشوف هل هو متطهر ولا لا. متطهر يبقى مسلم، مش مختتن يبقى مش تبعنا. يا خاين يا عمي يا عدو الوطن. اقول لك على حاجه غريبه، زمان من 20-30 سنة لما نيجي نغسل ميت لازم نتأكد انه شال شعر الإبط والعانة، عشان والناس بتغسله ما تفضحناش وتقول ده كان راجل قذر. لكن دلوقتي طبعا خباثة انتشرت والزبالة انتشرت والقذارة انتشرت، فيجي شاب بقى كده بيجري ويلعب وعربية تبططه، ونيجي نشيله نلاقيه شعر الإبط والعانة، جناين جناين طرحة، وبنسيب أهله زي ما هو يقابل ربنا كده. ما دام هو معفن أعمل له إيه؟ نعم. مليانة ميكروبات حي، بس هي مليانه افرازات، والافرازات بتعمل سخونه حوالين الحشفه فبتعمل سرعه قذف، يعني هي بتضر العضو نفسه، لان اكبر جزء حساس في الجسم هي الاعضاء التناسليه، بعدها الشفايف، بعدها النيبلز، بعدها اطراف الاصابع، بعد في حاجات حساسه قوي قوي قوي. لما الانسان بيتطاهر بتاخر القذف، وبيتعلم بقى التدريب النظافه والحاجات الحلوه دي. وبعدين الرسول عليه السلام قال على حديث جميل قوي، يبعث الناس كما ولدتهم امهاتهم يوم القيامه حفاة عراة غرلة. يعني ايه غرلة؟ يعني تعود القطعه التي قطعها الى القضيب مره اخرى. فلما بيحكي هذا الحديث السيده عائشه بتقول له يعني الرجال والنساء، يعني نبعث كلنا كده عرايا رجال وستات؟ قال نعم. قالت يا رسول الله وينظر بعضنا الى بعض؟ يعني يوم القيامه احنا وملط كده نبص على بعض؟ قال سبحان الله الموقف ايه اشد. يعني انت داخل قسم حريق في قصر العيني وكل الناس محروقه وعريانه ملط، هتخش تتفرج على العورات؟ ما انا عايز افهم يعني الناس دي ملط كده ليه؟ لانه ما بنحجزش عندنا اللي محروق كله. طب حد ادلع عليه بوتاس ولا ميه مغليه ولا زيت مغلي واتحرق؟ انت داخل تتفرج على العورات؟ متهيألي المكان مش مناسب. We'll be right back.